بعد مباراة النهاردة صعب يلعب الماتش الجاي لنادي الزمالك. نضاي أول واحد، ما هو كده كده مصاب حتى لو مش مصاب على فكرة ده من حظه الحلو، من حظ الراجل إن نضاي اتصاب، لأن هو المفروض يخرج من بدري. تمام، لو غير نضاي مين تاني؟ شيكابالا ممكن ما يبدأش بيه، ممكن ما يبدأش. مين على حساب شيكابالا؟ مصطفى شلبي لو جاهز. خد بالك النهارده كان موجود النهارده؟ لا مصاب خارج القائمة. مصطفى لو موجود طبعا. لا مصطفى لعيب كويس انت فاهمني. ممكن اوباما الجزيري يلعب. تمام، دي تعديلات لازم تحصل، لازم. لان انت النهارده عشان تشتغل صح يا امير، حتى لو معاك كم من النجوم تلعب كل واحد مكانه. مفهوم. ما ينفعش انت تحط لي عشان عايز تلعب عبد الله واوباما تحط اوباما راس حربه. صح.